بونجور شيف ريشار. اليوم عنا حركة غريبة شوي ولازم ننتبه نحن وعم ننفذها. بدنا ننزل ع ويعنا عنا ركبة مطعوجة لقدام والركبة كمان تانية مطعوجة وراء. من هون منثبت جسمنا بهيدي الإيد. دايما ننتبه ما نلقع الكتف لأنه منخفف من صحية الحركة. منجلس ناخد نفس عميق وبدنا نرفع الإجر وننزل. المنطقة اللي عم تشتغل هي المؤخرة وجانبها أكتر شيء. في كتير نساء ما بيحبوا الفخاد أو ما عندهم هون حجم زايد، بهالطريقة بنكون عم ننحف المنطقة ونجملها. دائما ننتبه لازم الموفمون يثبت وما يكون عم يتعنزق. دائما باخذ نفس وبظهر نفس. بنعيدها 10 ل 30 مرة ولن صعبها. بنضلنا فوق وبنعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لن صعبها أكثر بعد فينا نفتح الإجر ونسكرها. أكيد هيدي شوي شوي تدريجيا، كل ما بنتعود على الحركة كل ما فينا نصعبها. وفينا نضلنا هون ونعد للعشرة 5 6 7 8 9 10. بطعش برجع بنزل عامهلة وبجلس. أكيد بنعمل هالحركة للإجرتين على الميلتين. دايما نتسمع على جسمنا ما نأذي حالنا، إذا وجعنا بنوقف. Stay fit.